عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهارده عايزين معانا العلبه دي، طبعا دي علبه صواني شايفين كده. انا حاولت ان انا احدد واعمل شكل اللي هو الشكل ده. بصوا انا قطعتها طبعا بالسكينه المنشاريه، بس حبيت اعملها معاكم. بصوا الشكل اهي، قسمتها فبقت اتنين، بس ما قسمتهاش بقى بالنص، لا قسمتها بشكل ايه مثلثي كده. تمام كده شايفين شكل العلبه اهي. طبعا العلبه بالمنظر ده عاديه خلاص بقى، لكن انا عايزه ازوقها. عندي الرول اللي هو ده. بصوا هنبدا بقى نشوف العلبه بتاعتنا كده هتحتاج قد ايه بقى عشان نغلفها من الرول ده بعد ما قطعناه. طبعا انا حبيت اوفر الوقت عليكم اللي هو وقت التقطيع، بس هي كانت كده. تمام كده علمتها بالقلم وبدات بقى انشر فيها بالسكينه المنشاريه ديت لحد ما ايه ما ظبطت معايا اهي. وطبعا الزياده اللي ديت هنقصها بالمقص. تمام كده انا لقيت العلبه قويه معايا. بصوا لقيت العلبه قويه وفيها دبابيس زي كده، فقلت خلاص نستغلها. ممكن نحط فيها الريموت، ممكن نحط فيها اشيائنا اللي ايه اللي احنا مثلا مش عايزين الولاد يبقوا يمسكوها. مثلا ممكن تحطي فيها ادوات مكياج تقسميها، ممكن تحطي فيها المجلات والكتب الايه القديمه، فانت هتستغليها كذا استغلال. فاحنا هنبدا بقى ايه نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونشوف احنا هنعمل ايه في العلبه اللي معانا دي. طبعا انا ببص كده اهو، الرول دوت بيتباع في اي مكتبه ماشي. وبتبداي بقى ايه تقصي على قده بالظبط كده اهو، والزياده بتقطعيها اهو. انا طبعا حسيت ان كده دي، بصوا اهو كده دي تمام، بس طبعا فيها زياده من هنا، هحاول ان انا اطلع دي الاقيها برده مش متزنه. انا عايزه الزياده تبقى في متناولنا، يعني ممكن ادخلها كده جوه الزياده دي، والزياده اللي تحت هتلف مع العلبه. فانا هحاول ان انا ايه اغلفها ومعاكم برده. بصوا انا حاولت ان انا احط الايه الورق اللاصق بتاعنا اهو شايفين، وهبدا بقى ايه افضي منه الايه الغلاف اللي تحت ده. بس خدي بالك عشان ما يلزقش غلط. بصوا لما بيلزق غلط بتضطري ان انت ايه تفكيه تاني اهو. بصوا اهو عشان ما يبقاش فيه عيوب ولا حاجه اهو. ونبدا ايه نغلف بيه زي ما انتوا شايفين كده. تمام كده اهو، هنقفل دي مع دي اهو شايفين. كل الزيادات هتخش جوه كده اهو زي ما انتوا شايفين كده، الزياده هتخش جوه وهثبتها. بصوا كانه هو فعلا جاي كده اهو. بصوا طبعا الزيادات دي هقصها برضو بالمقص، وهجيب قطعه تانية عشان نغلف بيها. هنا زي ما انتوا شايفين كده انا بقص برضو قطعه تانية عشان نغلف بيها بقيه العلبه، بس بحاول ان انا ايه اكفي العلبه من الجهات اللي انا ايه عايزاها. تمام كده، يعني انا لو حطيت كده ومشيت كده ايوه، في بقى زيادات هتبقى معايا هنا هنحاول ان احنا ايه نشيلها. تمام كده اهو بالتقريب كده اهو. تمام كده، ونبدا بقى نشوف ايه الزيادات اللي هتبقى معانا. انا عايزاها من هنا ولا من هنا، هنا كده عايزه نص القيمه. هبدا بقى ايه افرغ من هنا اهو. بيجي قدام الكاميرا مش عارفه بيحصل ايه اهو. بصوا يعني اهو طبعا لازم اخلي فيه زياده الناحيه دي عشان التغليف يبقى معايا مظبوط اهو. عايزه شويه كمان
لسه برضو اهو، عشان عايزه اقفل من الجنب خالص. ماشي اهو، وابدا بقى اسحب اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، احاول اوصلها قدامكم اهو. طبعا هو بصوا مش هيلزق زي ايه، ان العلبة اصلا ملوحة معانا اهو. هحاول ان انا ايه افرده والزقه بشكل احلى من كده. بصوا انا بحاول ايه الفتحات دي، بصوا اللي هي بتاعت الجناب عشان تبقى مظبوطة معانا، بنفرد لها كده تمام كده اهو كده، وابدأ اريحها كده واجيب الطرف التاني عليها كده تمام كده شايفين. طبعا هنا برضو هفتح كده بحيث ان دي تتقفل هنا، ودي هفتح برضو هنا اهو زي ما انتوا شايفين كده، شايفين فتحت اهو، وهدخل الزيادة دي كده هنا عشان تبقى اتغلفت بصوا من كل الجهات اهو اهو شايفين اهو، طبعا اتغلفت. محدش بقى يصدق ان دي علبة الصواني اللي كانت معانا طبعا دلوقتي خالص خالص تمام كده. هبدأ بقى انا طبعا مجهزة مسدس الشمع معايا، هنشوف في ايه ما تعملش، هنحاول نعمل اللي ما تعملش. في قطعة هنا ممكن احط لها الحتة دي عشان اعدل القطعة اهو شايفين اهو. نقفلها كده زي ما احنا عايزين. عايزه جوه تغلفي براحتك، عايزه ما تغلفيش برضو براحتك. ونبدا بقى نشوف احنا معانا الاسترس بتاعنا، طبعا ممكن يبقى عندك استرس جديد وممكن تعملي من الموجود عندك سابقا تمام. هبدا بقى بمسدس الشمع اهو اهو شايفين اهو، نبدا نلفها نغلفها بمسدس الشمع. شايفين الشكل، شايفين الشكل عامل ازاي اهو. ونبدا برضو نلف معايا اهو، كرتون عاديه خالص خالص تقدري تعملي منها تحفه فنيه. شايفين بصوا، انا مش عارفه هي مش جايه بالشكل اللي هو ليه ده، هي شكلها جميل جدا. بصوا محدش هيصدق ابدا ان ده من كرتونة الصواني اهو تمام كده اهو. والف برضو معاها شايفين، هلف معاها. هي كل الموضوع التغليف، التغليف بيغير الشكل نهائي. طبعا في حتت مثلا لو انت في حتت فوتت منك تظبطيها بحيث ان يبقى بصوا شايفين اللزق يبقى متماسك جدا تمام. في برضو معايا في حتة كده، في حتة صغننة اهي. طبعا الاسترس ده كان ملزوق عندي قبل كده، كنت عاملاه برواز في سجادة اهو. بنعمل احنا طبعا في كل الاوقات اعادة التدوير زي ما انتوا عارفين اهو شايفين. بصوا قالت ازاي وشكلها بقى جميل جدا جدا اهو. بحب اثبت على الحاجة عشان حتى لو شحتها يبقى اللي خدها خدها وهو مبسوط.
تمام كده اهو اهو، شايفين المنظر بقت حاجة تانية خالص. هاجي برضو من الناحية دي اهو، بصوا شايفين المنظر حلوة قوي قوي اهو. هاجي برضو من الناحية دي هعمل معاكم برضو الايه الجزء ده، بس ان ده اقوى شوية اهو. هبدأ اثبت اهو، شايفين، وننزل عليها بالشمع بتاعنا بالاستراس اهو، ونثبت طبعا اهو، شايفين الشكل العام حلو قوي، والكاميرا برضو ظلموها يعني حلوة قوي. بصوا اهو، شايفين ثبتنا اهو، ثبتناه كويس قوي. ولو لقيتي حتة فكة اتكي عليها برضو وارجعي لها تاني، بحيث ان انتي يبقى شغلك تمام التمام اهو. تمام كده شايفين، طبعا فصلت معايا على حتة عادي، هجيب برضو منها حتة تانية بس هثبت النهاية بتاعت دي مع المقدمة بتاعت دي. لازم التثبيت يكون كويس جدا. تمام كده اهو، وابدأ بقى اقص زيادة، هزودها حتة شوية كمان دي بقى علشان ادخلها جوه، لانها دي تبقى ايه المقدمة، تبقى سهل ان هي تتقطع بسرعة، فاحنا مش عايزينها تتقطع. تمام كده شايفين الشكل، في حتة هنا مش متقوية قوي اهو، نقويها. شايفين الشكل بقى عامل ازاي من الناحيتين، بصوا من الناحيتين بقيت في منتهى الجمال، شايفين اهو. ونبدأ بقى نشوف هنعملها ايه اهو، ونجيب العلبة التانية اهو، العلبتين ممكن على فكرة ألزقهم في بعض كده، ممكن ألزقهم في بعض ونحط فيهم الريموتات ونحط فيهم حاجة، الفكرة هي واحدة. تمام كده هبدأ برضو ايه العلبة دي، لسه هحاول ان انا اغلفها، دي صغننة. طيب هغلفها وارجع لكم. وهنا طبعا زي ما انتم شايفين الحتة دي برضو كانت هتبقى قصيرة شوية، فحاولت ان انا ايه اعمل لها وصلة. بصوا هي الاشغال اليدوية او كل حاجة فيها زي نسبة تفصيل، طبعا دي عايزة ايه تتعمل زي دي بالاستراس زي ما انتم شايفين كده. وعملنا دي ودي، شايفين المنظر اهو، بصوا العلبة اهي طبعا هتبقى كده اهي، ولو عدلنا كده اهي شايفين العلبة قالت ازاي وبقى شكلها جميل جدا جدا اهي، شايفين المنظر اتغيرت خالص تماما. هبدأ بقى اشوف الايه الرسترس اللي معانا عشان اكمل تغليف الجنب التاني ده، بس انا حبيت اوريكم لو في وصلة هتوصليها ازاي وهتمشي معاها ازاي. طبعا همشي برضو بمسدس الشمع، هنزل برضو على الايه القطع اللي معانا زي ما احنا عارفين اهو اهو، وبرضو هبدأ ايه اغلفها اهو، والف معاها برضو، الف معاها اهو. شايفين المنظر اتغيرت خالص خالص. طبعا كلنا بنرمي كراتين كتير كتير وما كناش بنقدر نستغلها الاستغلال الصعب ده، ان احنا نعمل منها قاعدة للرمود تحطي فيها اي حاجة، اي حاجة في المطبخ اهي. كل واحد بقى بيبقى عنده افكار
للحاجة اللي هو بيعملها، لو حد حتى فاتح محل ويحط فيها دانتيل او حاجة. اهو هي العلبة، عجبتني ان هي قوية والقوة بتاعتها دي خلتني ايه فكرت فيها. بصوا ممكن كمان الزيادة اهي ما اقصهاش وامشي بيها على ايه الجنب اهو، زي ما انتوا شايفين الجنب اهو. بصوا هيبدأوا الاتنين يتقفلوا مع بعض اهو، الجنب ده مع الجنب ده، شايفين التغليف اهو. انا عايزة اوريها لكم من هنا ومشيت معايا بالجنب اهو، شايفين اهي القطعة دي اللي بقول مشيت بيها من هنا لحد ما لفت معايا الناحية التانية، تمام كده اهو. وممكن برضو دي بتطلع اغلفها بالايه بالشمع عشان ما تطلعش تبقى قوية معانا. هنا برضو دي عايزة اثبتها اهو، الشمع معانا نثبت زي ما احنا عايزين. طبعا كل كده الجهات تمام قوي كده اتغلفت. عايزة برضو اعمل القطعة اللي ايه اللي قدام دي، اشيل اهو. بصوا القطعتين اللي قدام دول لو اتغلفوا هيبقى شكلهم جميل قوي اهو، شايفين اهو. نحط الايه الاسترس بتاعنا اهو، نثبته، هنثبته برضو من الجنب ونقص الايه الزيادة اهو، شايفين اهو. خليت الاسترس بقى من قدام على اساس ان انت لو حطيتي الرمود ولا حاجة يبقى برضو شكل العلبة قايم، ونقدر نغلفه كمان بفكرة تانية. بس انا عايزة اعمل معاكو الفكرة دي الاول، اللي هي بنكمل الايه الشغل من قدام اهو، بنخليه يتواصل مع بعضه، شايفين اهو بيتواصل كده اهو، ونتك على الحرف جدا اهو عشان ما تطلعش ابدا اهو. بحاول ان انا اثبت بالمسدس نفسه عشان ايديا اتحروقت. بصوا اهو تمام كده اهو. بصوا بقى انا حاولت، بصوا الورق اللي احنا شلناه حاولت اعمل فيه فكره ان انا اغلفه كده كده كنت هرميه، فانا قلت هغلفه في القاعده كده اهو. هنحاول نغلف بيه القاعده بتاعه الايه العلبه، شايفين الفكره اهي. وهنقص الزياده طبعا اهو، شايفين طبعا هقص الزياده من فوق هنا ان انا مش عايزاها تخرج بره اهو، شايفين اهي كده. هنغلف القاعده بتاعتنا شايفين الفكره، ان احنا استغلينا الورق اللي ايه اللي احنا خالعينه كده كده هيترمي، فحبيت ان انا اغلف بيه وهو كده مقصوص على قد الايه المساحه بتاعتنا اهو. هبدا اقص برضو عليها اهو، شايفين اهو. بصوا التغليف من جوه اهو، هعملها وارجع لكم هنا. بصوا اهو بقص الايه الزياده اهو، بحاول ان انا اقص الزياده بتاعتنا عشان لما تتغلف ما يبقاش في ايه زيادات معانا اهو. حاول اثبتها اهو، وهنا. وطبعا دي هحاول ان انا ايه اقطع كده اثبتها في القاعده اهي، في القاعده بتاعت العلبه عشان مش في العدل، فهي
اهي طلعتها تاني. هنعمل بقى قطعة على قدها بالظبط. ودلوقتي بقى عايزة اقول لكم على الفكرة بقى اللي احنا عملناها. انا طبعا غلفتها من جوه اهي، ودلوقتي اقدر احط لها، بصوا ممكن احط فيها ازاز المعطر اهي، ازاز المعطر بتاعتنا. ممكن احط فيها، بصوا لو عندي لمبة موفرة عايزة اشيلها في الكرتون اهي عشان الولاد ما تكسرهاش. علبة موبايل بالشاحن بالحاجات بتاعته اهو، اقدر احتفظ باي حاجة. بصوا اهي اهي، اقدر احتفظ باي حاجة جوه فيها. ممكن ايه كمان تحطي مثلا فيها ادوات المكياج بتاعتك، ممكن تحطي فيها الريموت، ممكن تحطي فيها الرولات بتاعت اللي احنا بنستعملها، اي حاجه تقدري تحطيها فيها. بصوا شكلها جميل جدا وشكلها شيك اهي، وقدرنا نعمل منها فكره، وهي كانت في الاصل هتترمي. بصوا لو احنا عملنا، بصوا الفكره بتاعتها جميله ازاي وشكلها جميل جدا جدا اهو. بصوا من كل الجهات شكلها حلو قوي، وخدت معانا حاجات كتير جدا اهو، ازايز المعطرات بتاعتنا. خلي دي ورا كده اهو، والازازه الصغيره، ازايز البرفانات، علبه تبقى علبه للمكياجات بتاعتك على التسريحه، تحطي فيها الريموت بتاع التلفزيون واي حاجه عندك اهي، تنفع وتصلح لكل شيء. ممكن تحطي فيها المشابك وتاخدي منها المشابك كده، ويبقى شكلها شيك في البلكونه اهو. كده الافكار بتاعتنا اهي، بصوا عاملاها بشكل كده اهي، بشكل حلو. اتمنى فكرتي تعجبكم، ونعمل برضو افكار تانية. في علبة كنت عايزة اغلفها معاكم، بس ممكن نعملها في فيديو تاني عشان ما اطولش عليكم. وبكده الفكرة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، سهلة وبسيطة، واي حد يقدر ينفذها. بصوا شكلها حلو قوي وشيك، من كرتونتين، هي كرتونة واحدة وانا قسمتها اتنين، وبقت بشكل المنحدر ده كده، شكلها جميل وشيك. اتمنى تعجبكم، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي. سلام عليكم، باي باي.